الثلاثاء الكبير من الميادين، أهلا بكم وإلى العناوين. ترامب يكثف التركيز على تخويف الأمريكيين من فتح الباب للمتطرفين ومن انهيار قطاع الطاقة إذا فاز الديمقراطيون. أما بايدن فيواصل استهداف أخطاء ترامب في معالجة كورونا ويتعهد توفير لقاح مجاني. ورقم قياسي غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يعيد الجدال إلى سياسة فرض وضع الكمامة. عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاستثمار الأقصى من أدائه في المناظرة الأخيرة مع منافسه جو بايدن، وخلال مهرجان انتخابي في فلوريدا حذر ترامب من أن الديمقراطيين يريدون أن يفتحوا الأبواب لما وصفهم بالإسلاميين الراديكاليين. ترامب قال أن اليسار المتشدد سيحول البلاد إلى أمر لم يعهده الأمريكيون من قبل. الديمقراطيون يريدون أن يفتحوا الأبواب للإسلاميين الراديكاليين. رأيتم ما حصل في فرنسا، فيما أنا أبقيت الجهاديين الإرهابيين المتشددين بعيدا عن شواطئنا، وعندما وضعت حظرا قالوا إنني شخص شرير. ترامب استكمل هجومه على بايدن انطلاقا من رأيه في قضية عدم دعم صناعة النفط الأحفوري. هل سمعتم جو الليلة الماضية كيف ارتكب خطأ كبيرا؟ لقد ارتكب خطأ كبيرا. سألته أنت ضد النفط؟ وقلت شكرا لك. تكساس هل تشاهدون؟ بنسلفانيا، أوهايو هل تشاهدون؟ ثم جاءوا اليوم وقالوا نحن لسنا ضد النفط. لم يعرفوا ماذا حدث. أعتقد أنه كان يجب أن يخسر نحو 5 أو 6 ولايات. وعلى الوتر نفسه سار نائب الرئيس مايك بنس بحيث حذر في مهرجان بولاية بنسلفانيا من أن بايدن وكامالا هاريس يريدان تدمير قطاع الطاقة الأمريكية. يستحق الناس في هذه الولاية أن يعرفوا أن جو بايدن وكامالا هاريس يريدان تحطيم الطاقة الأمريكية في ظل صفقة خضراء جديدة بقيمة تريليوني دولار من شأنها أن ترفع تكاليف الكهرباء لكل منزل وكل شركة في ولاية بنسلفانيا. الحقيقة أن جو بايدن وكامالا هاريس يريدان إلغاء الوقود الأحفوري، وسيؤدي ذلك إلى تدمير مئات الآلاف من الوظائف في ولاية بنسلفانيا وحدها. أما بايدن فركز في حملته على مكافحة وباء كورونا. بايدن تعهد بتوفير لقاح مجاني ضد فيروس كورونا للجميع إذا فاز بالانتخابات، وبوضع استراتيجية وطنية للتغلب على الفيروس تتضمن فرض وضع الكمامة. واتهم بايدن ترامب بالتخلي عن أمريكا والأسر الأمريكية. رأينا الليلة الماضية رئيس الولايات المتحدة يكذب على الشعب الأمريكي ويكرر كذبه مرارا وتكرارا بشأن هذا الوباء. رأيناه يرفض تحمل مسؤولية الأزمة التي كان ينبغي أن تواجهها قيادة رئاسية حقيقية. بدلا من ذلك كلف مئات الآلاف من الأمريكيين أرواحهم ودفع الملايين إلى الفقر. قال الرئيس ترامب نحن نقترب من الزاوية، إنها ستختفي، نتعلم كيف نتعايش معها، لكن كما أخبرته الليلة الماضية نحن لا نتعلم كيف نتعايش معها، نتعلم أن نموت معها. هذا وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا تخطى 80,000، وفيما بدأ الوباء يأخذ اتجاها تصاعديا منذ مطلع الشهر الحالي زاد عدد المصابين الذين اضطروا إلى دخول المستشفى بنسبة 40% الشهر الماضي. وتتصدر نورث داكوتا الولايات من حيث عدد الإصابات، بينما تتصدر أريزونا من حيث عدد الوفيات.
وعليه مع ارتفاع عدد الإصابات جدد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي دعوته الأمريكيين لارتداء الكمامة، وفي حديث لسي أن أن لم يخفي تأييده فرض الكمامة إذا لم تتم الاستجابة للإجراءات المتبعة لمكافحة الوباء. فاوتشي قال أن فرض الكمامات قد يكون صعبا، لكن قد يكون الوقت قد حان للمطالبة بذلك. ولم يكن فاوتشي مؤيدا لفكرة فرض الكمامات، إذ قال الشهر الماضي أن التفويض الوطني بوضع الكمامات لن ينجح. ومن فيرجينيا ينضم إلينا مراسل الميادين محمد كريم. محمد، يعطيك ألف عافية. بداية، ضعنا في كل جديد فيما يتعلق بالأجواء الانتخابية، سيما أنه ترامب سيدلي بصوته في فلوريدا. تفضل. نعم علا، اليوم يمكن وصف هذا اليوم هو يوم المهرجانات الانتخابية بامتياز. لدينا ما لا يقل عن 5 مهرجانات انتخابية، يعني بعد أن يدلي الرئيس ترامب في فلوريدا بصوته في الانتخابات المبكرة، هو سيتوجه إلى ولاية أوهايو، وهي واحدة من الولايات الحاسمة، حيث سيعقد هناك مهرجانا انتخابيا، ومن ثم سيتوجه إلى ولاية ويسكونسن، وهي الولاية الأخرى التي تمثل أحد الولايات الحاسمة، ليعقد مهرجانا انتخابيا آخر. وبالتالي الرجل يعني يكثف من حملاته الانتخابية بحضور شخصي منه لا تقل عن حملتين انتخابيتين في اليوم الواحد، كما حصل يوم أمس بفلوريدا عندما عقد مهرجانين انتخابيين. المعسكر الآخر الحزب الديمقراطي يعي ويدرك أن الرئيس ترامب يتوجه بشكل مباشر إلى مؤيديه وإلى ناخبيه، وبالتالي هم اليوم كثفوا أيضا من حملاتهم الانتخابية. فاليوم لدينا بايدن، سيكون لديه مهرجانا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا، هنالك مهرجان انتخابي آخر للسيناتور بيرني ساندرز، هو سيكون دعما لبايدن. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرئيس السابق باراك أوباما أيضا هو الآخر سيعقد مهرجانا انتخابيا في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، أي أن بايدن يستعين برموز وقيادات الحزب الديمقراطي، طبعا على عكس منافسه دونالد ترامب الذي يقود تلك الحملات بنفسه. ولكن الحزب الديمقراطي لا يعي مدى ذلك، أهمية أن يكون هنالك لقاء مباشر ما بين بايدن والناخبين، وانحسار تلك الحملات الانتخابية دفع بهم إلى أن يقوموا بإرسال عبر البريد العادي مثلا هذه تصل، بدأت للأمريكيين في الآونة الأخيرة علا، هذه تمثل الأصوات التي يحاول الديمقراطيون استمالتها لانتخاب جو بايدن. لدينا هنا وهنا، لدينا أعضاء في مجلس الشيوخ وكذلك أعضاء في مجلس النواب، هذه الإعلانات وهذه الدعايات هي تصل بالبريد العادي، بدأت من الحزب الديمقراطي للأمريكيين. لماذا؟ لأن الحملات الانتخابية للحزب الديمقراطي والمرشح الديمقراطي جو بايدن هي قليلة جدا ومحصورة مقارنة بمنافسه دونالد ترامب الذي يصول ويجول في معظم الولايات وخصوصا الحاسمة منها، بل ويكرر زياراته كما رأينا اليوم، هو سيتوجه إلى أوهايو التي زارها الأسبوع الماضي، وكذلك ولاية أيضا ويسكونسن التي أيضا زارها لأكثر من مرة خلال الأسبوعين الماضيين علا. طيب، فيما يتعلق بعملية التصويت المبكر محمد، عن هذه الأصوات وتحديدا في الولايات المتأرجحة. على الأصوات، يعني هنالك أرقام قياسية بالفعل سجلت في هذه الانتخابات. لدينا حتى الآن يعني 53.5 مليون من الناخب الأمريكي ممن أدلوا بأصواتهم، 37% منهم هم صوتوا عبر البريد العادي، فيما صوت 16 مليون بالحضور المباشر. من بين هؤلاء الذين صوتوا 12 مليون هم مسجلين عن للحزب الديمقراطي، فيما مجموع من صوت من هؤلاء أو 6.5 مليون هم من المحسوبين على الحزب الجمهوري. هذه النسبة حتى الآن علا هي تمثل نحو 40% من الأصوات التي تم التصويت عليها في الانتخابات الماضية عام 2016، أي بمعنى نحن لدينا فقط 10 أيام، أي هذا والـ10 أيام هي مدة كافية لربما لتكون النسبة أعلى. يعني حتى الآن أنا أقف في أحد المراكز الانتخابية بمدينة ألكسندريا، وهي التابعة وهي إحدى المدن مدينة ولاية فرجينيا، تلاحظين أن هنالك الانتخابات، هنالك طابور واضح، وهذا الطابور بالمناسبة هو يمتد على مسافة على
طول الطريق العام، وبالتالي ما يزال الأمريكيون يأتون إلى مراكز الاقتراع ويزال ينتخبون، بالرغم من أن هذه الولايات علا هي مثلا ولاية فرجينيا هي شبه محسومة للحزب الديمقراطي وللمرشحي الحزب الديمقراطي، ولكن هذا لم يمنع الأمريكيين من الحضور والتصويت بهذه الكثافة العالية غير المسبوقة حتى اليوم علا. شكرا لك محمد كريم، كنت معنا مباشرة من فرجينيا. مشاهدينا، في ولاية أيوا الحاسمة تختلف نسب التأييد لكل من المرشحين الرئاسيين على مستوى الرعاية الصحية للمواطنين بأسعار مقبولة، وحتى في هذا الموضوع يثق الناخبون بسياسات بايدن على ما يبدو أكثر من الرئيس الحالي. استطلاع لسي بي اس منح نسبة 47% لبايدن مقابل 34% لترامب. حول هذه الأرقام سنتحدث أكثر مع مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان. منذر، أهلا وسهلا بك. أيوة في 2016 صوتت لترامب، وعلى ما يبدو أنها تتجه إلى المعسكر الآخر. أخبرنا بداية فيما يتعلق بموضوع رعاية أو الرعاية الصحية، ماذا تعني هذه الأرقام؟ الرعاية الصحية مرتبطة أكثر من أي وقت مضى في زمن كورونا الآن، وبالتالي من هنا هي فعلا النقطة أو الملف الشائك، الملف الصعب، والملف الذي هزم ترامب حتى الآن. وحتى في المناظرة الأخيرة كان واضحا أنه في موقع دفاعي، وحتى لا يزال ينشر بعض الأفكار الخاطئة حول كورونا، ولا يعترف بتحمل المسؤولية، وفي ظل غياب خطة كاملة. حتى في موضوع الرعاية الصحية سجل بايدن عليه نقطة واضحة، قال له: أنتم كحزب جمهوري، قبلك أنت من 10 سنوات تقولون، يعني من عندما أتى أوباما إلى السلطة، تقولون بأنكم ستضعون برنامج للرعاية الصحية، وأنت أتيت مرت 3 سنوات ونصف وأكثر، ونحن 4 سنوات ولم تقدم شيء، بينما نحن قدمنا ل20 مليون على الأقل استفادوا من أوباما كير، وأنا سأقوم بتقديم برنامج بايدن للرعاية، بمعنى سيطور برنامج أوباما. لذلك يلقى هذا الأمر صدى في ظل أنه سيضاف أعباء جديدة على الرعاية الصحية لكل المصابين بكورونا. طيب، فيما يتعلق بكلامه الأخير وتطرق تحديدا إلى موضوع الراديكاليين الإسلاميين، هذه النقطة إثارتها تحديدا لماذا؟ وإلى أي مدى هي قوية هذه الفكرة لكي يتخذها بخطاب ترامب ويلعب على هذا الوتر تحديدا؟ هذا خطاب عنصري بالدرجة الأولى، وهو يتفق مع الحظر على المسلمين لدخول الولايات المتحدة، وجزء من الحملة التي يقدمها بأن بايدن هو يساري متطرف، أو أنه سيتم السيطرة عليه من قبل اليسار المتطرف. والذي علينا الاعتراف بأنه في أمريكا التحول البارز في ظل الاحتجاجات الأخيرة، وفي ظل حتى انتخابات 2018، أن هناك صوت راديكالي أكثر، جناح يساري، لذلك قوة مثلا ساندرز الذي كان إلى حد ما سيغلب بايدن، وأيضا إليزابيث وارن كانت أيضا منافسة شرسة في داخل الحزب الديمقراطي. لذلك ترامب يعتقد بأنه العودة إلى نغمة اليسار المتطرف، وأننا لن نسمح ببلد اشتراكي، وأيضا يضيف عليه أيضا لإيقاظ الشعور الداخلي العنصري من قبل المسيحيين والإنجيليين ضد المسلمين أيضا، ولكنه هذا يصب في خانة الموقف العنصري لترامب، والذي يمقته الغالبية الساحقة، وخاصة في ظل الحراك الجماهيري ضد عنف الشرطة بأن حياة السود مهمة كشعار مركزي، وأيضا يقولون حياة كل الأمريكيين الذين المضطهدين هي مهمة. ابقى معنا منذر. مسار التبرعات قد يكون مؤشرا على اتجاه الانتخابات، فبينما تركز حملة ترامب
على زيادة التبرعات لصالحه بعد المناظرة الأخيرة. أفادت بلومبرغ بأن حملة بايدن جمعت تبرعات بنحو 130 مليون دولار في غضون أول أسبوعين من شهر تشرين الأول، وتجاوزت الأموال التي حصلت عليها حملة بايدن بذلك السيولة التي جمعتها حملة ترامب والبالغة 118 مليون دولار في الفترة نفسها. أما في واشنطن بوست فوجهت في افتتاحيتها نداء إلى الناخبين المترددين بأن التصويت لولاية ثانية لترامب هو تصويت لأمريكا في حالة انحدار ولديمقراطية أمريكية في خطر. الصحيفة حذرت من أن ترامب سيستبدل حتى عام 2024 سيادة القانون بأهواء رئاسية، بحيث سيؤدي ذلك إلى تردد الكثيرين في الاستثمار لبناء مصانع جديدة أو خلق وظائف جديدة إذا استخدمت السلطة لمكافأة المقربين ومعاقبة المستحقين. صحيفة أخرى وهي صحيفة نيويورك تايمز نشرت مقالا لجمال بوي بعنوان لهذه الأسباب يكره الجمهوريون التغيير. المقال يشير إلى أن الجمهوريين الذين يحاولون الحفاظ على الغالبية في مجلس الشيوخ يحذرون من سيناريو مرعب إذا خسروها، بذريعة أن الديمقراطيين سيتغيرون أو سيغيرون هيكلية البلاد وبالتالي يغيرون ميزان القوى في مجلس الشيوخ، حيث أن الغالبية الديمقراطية في الكونغرس ستجعل العاصمة واشنطن وبورتوريكو ولايتين، ليضيفوا بذلك 4 أعضاء آخرين إلى مجلس الشيوخ. أما في صحيفة أخرى وهي صحيفة الجارديان حيث طرحت سؤال عما إذا كان لا يزال في جعبة ترامب المزيد مما وصفته بالحيل القذرة التي سيلجأ إليها في الأيام الفاصلة. الصحيفة نقلت عن جون ويفر كبير المستشارين الاستراتيجيين لجون كاساش مؤسس مشروع لينكولن الجمهوري المناهض لترامب أن الأيام الأخيرة قبل الانتخابات ستشهد حيلا قذرة على نطاق لا يمكن تخيله، لكنه قال في الوقت نفسه إنه من المحتمل أن تأتي التكتيكات المخادعة بنتائج عكسية على الرئيس المحاصر بشكل متزايد. منذر نعود إليك خلاصة هذه المقالات. يعني ممكن للمرء أن يأخذ العديد من النقاط حولها، ولكن قبل ذلك استتباعا لما كان يقدمه الزميل محمد، هناك يعني أمر مفيد حول التصويت المبكر. سأعطيكم بعض الإحصاءات الأولية التي صدرت أمس أنه كيف الميزان القوى بين الجمهوريين والديمقراطيين. هناك مثلا في ولاية أريزونا 16% منهم لصالح الديمقراطيين، 24% في ميشيغان، بنورث كارولينا 14%. لماذا مهم طرح هذا الأمر؟ بمعنى أنه صحيح أن الفارق في استطلاعات الرأي العام وفي سيقترب أكثر فأكثر حتى موعد الانتخابات، ولكن بالدرجة الأولى يلاحظ هذا التقدم المستمر والواضح للحزب الديمقراطي وهذا النشاط الجديد له، مما يعطي فسحة كبرى له بأنه سيتقدم في المستقبل. يعني ممكن أن يطرح العديد من الأسئلة حول المواضيع التي تم طرحها، ولكن بشكل أساسي لا تزال مسألة الوباء هي العنصر الحاسم في كيفية تصرف الناخب، يعني هي العنصر الذي يعطي الثقة أو لا يعطيها. لذلك سيكون هناك اهتمام أكبر في هذا الأمر بالنسبة للأيام القادمة، وخاصة هي أيام 10 يعني، وهي أيام حاسمة. المناظرات منذر غيرت شيء يعني موضوع غيرت شيء؟ هل يعني في نسبة معينة نقلت من معسكر إلى آخر نتيجة هذه المناظرات؟ يعني بالتأكيد أن المناظرة كانت بجانب منها لصالح ترامب، ولكنها لم تحسم الأمر لصالحه، لأنه بايدن استطاع الصمود والبقاء وعدم الوقوع في زلة.
الأمر الأساسي والذي يمكن أن ندمج بين أمرين تم ذكرهما، موضوع التبرعات المالية والفارق، وأيضا موضوع الصخر يعني الحفر فيما يتعلق في الطاقة للغاز وللنفط. طبعا يحاول كما ذكر في مقدمة الحلقة أنه يحاول ترامب أن يستفيد بتوجيه ضربة كبرى في الولايات، في بعض الولايات الأساسية التي تعتمد على الطاقة، بأن بايدن سيدمر هذا الاقتصاد. طبعا يحتاج بايدن إلى شرح هذا الموقف بطريقة أوضح، ليقول أن الطاقة البديلة هي التي ستولد أيضا فرص عمل لهؤلاء، وأن الإساءة إلى المناخ و يعني وضعه سيشكل الكثير من المشكلات في المستقبل، وأن هناك دول تسير نحو الطاقة البديلة ونحن لا. أما بالنسبة للموضوع المالي، هناك مفارقة أن ترامب هو ملياردير، يفترض أنه يستطيع أن ينفق على حملته الانتخابية، ولكنها مؤشر على طبيعة تقديم الدعم. مستوى الدعم، المعدل الدعم لبايدن بحوالي أقل من $50 للشخص، وهذا شيء كبير، وهو يتفوق بنسبة تكاد تكون مضاعفة عن ترامب. هذا مؤشر على أن القاعدة الانتخابية قاعدة حيوية، والحزب الديمقراطي سيستفيد منها. يضاف إلى ذلك أن بلومبرغ الذي كان مرشح للرئاسة أيضا ضد بايدن داخل الحزب الديمقراطي، هو وعد بأن يدعم الحملة الانتخابية وهو مستمر في دعمه. منذر سليمان، كنت معنا مدير مكتب الميادين في واشنطن، طبعا ابقى معنا. تحدثنا مشاهدينا عن استطلاع الرأي، تحدثنا أيضا عن المقالات في الصحف، الآن إلى التعليقات الصحفية، حدتها كحدت التصريحات أيضا، حيث كانت مواقع التواصل الاجتماعي تشهد الكثير من المواقف. رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو رد على توصيف ترامب للمدينة بمدينة الأشباح، وقال إن في نيويورك قدرة هائلة على إجراء فحوص مجانية وإنشاء مدارس مفتوحة وتحقيق معدلات إصابة سائرة نحو الانخفاض، وأشار متهكما إلى أن مدينة الأشباح الوحيدة ستكون منتجع مار ألغوا المملوك للرئيس دونالد ترامب بعدما يجبر على التقاعد يوم الانتخابات. في تغريدة أخرى، أحد الناشطين انتقد توجه بايدن لحظر تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي الخاصة بالنفط لأنه سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي بشكل نهائي، وتهكم على عدم امتلاك بايدن بديلا لذلك، ولاسيما أن هذه التقنية جعلت من تكساس مركزا للنفط والغاز. في تغريدة أخرى، حساب آخر تهكم على أداء بايدن وتساءل لماذا لا يسمح الحزب لأوباما فقط بالدخول إلى الحلبة، ووصف مشاهدة بايدن النعسان بأنها مضيعة للوقت وهو يحاول مطابقة كلماته، وقال أن بايدن إذا فاز فسوف يتولون زمام الأمور على أي حال، بحيث لا يمكن له أن يحكم ولايتين من دون أن يتكئ على أحد. وفي التغريدة الأخيرة، في حساب آخر، وصف اتفاق التطبيع الذي أعلنه ترامب بين السودان وإسرائيل بأنه كذبة هائلة كبيرة، وجاء في التغريدة أن ترامب لا يفعل أي شيء من أجل الكرة الأرضية أو لبلده، فكيف يمكنه فعل أي شيء مفيد لباقي العالم؟ فترامب هو آخر شخص يمكن طلب المساعدة منه. عندما تكون التغريدات على هذه الشاكلة، أعود إليك منذر للحديث عما تخفيه في باطنة، ولا سيما إذا ما انطلقنا من التغريدة الأخيرة التي تتحدث عن التطبيع بشكل واضح والرأي بشكل واضح أمريكيا. صحيح أن ترامب يحاول، هو كان يعتمد على الاقتصاد وأنه هو الذي يحسن الاقتصاد، رغم أن الاقتصاد بناه أوباما، وهو أتى وبالفعل أتت كورونا وهو لم يستطيع مواجهتها، ولها الجانب بالآثار الاقتصادية المدمرة. إذن هو ينتقل الآن لمحاولة اقتناص شيء، اصطناع شيء يتعلق بالسياسة الخارجية، وخاصة في موضوع التطبيع مع إسرائيل ومن قبل الدول العربية، ليقدمه عبر مهرجانات أنه إنجاز كبير. ولكن ترجمته في الداخل الأمريكي، المجموع الذي يؤيده، مؤيدي إسرائيل الذي يؤيدون الحزب الجمهوري، لن يزيدوا، وبالتالي
لا يستطيع صرف هذا الأمر بشكل، يعني المواطن الأمريكي لا يهتم كثيرا بهذه المهرجانات الادعائية التي تحصل. نحن لا نخفف من موضوع التطبيع وخطره، ولكن في نهاية الأمر هو تطبيع على مستوى الحكومات ولن يتم على مستوى الشعوب في أي حال. الموضوع الآخر الذي يمكن أيضا الإشارة إليه والذي أيضا يسيء إلى ترامب هو حديثه عن نيويورك، يعني المدينة التي هو عاش فيها، أن يتحدث عنها أنها مدينة أشباح بالوقت التي ليست هي مدينة حيوية، وأنه بالعكس استطاع الحاكم الولاية واستطاع أيضا عمدة الولاية استطاع ضبط الوضع والانتشار، رغم أنه أمريكا تعاني من موجة كبرى في زيادة جديدة غير مسبوقة في الإصابات، ولكن على الأقل استطاعوا هؤلاء أن يجمدوا ما يجري من وضع في نيويورك، وهذا يسيء إلى نيويورك. هو يعتبر أن يعني ولاية نيويورك ستكون بنهاية الأمر تصوت للحزب الديمقراطي، وبالتالي هو لا يهتم بها رغم أنها مسقط رأسه. شكرا لك منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن، كنت معنا من هناك. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. من جديد أهلا بكم. انضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ملايين الأمريكيين في التصويت المبكر. ترامب أدلى بصوته في الانتخابات في مركز اقتراع في مدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، ويثير ترامب الجدل حول الموضوع لكونه سبق أن أدلى بصوته عبر البريد في شهر آب أغسطس الماضي. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه الكثير ليخسره إذا فاز جو بايدن، لكنه أيضا يكسب وفق فورين بوليسي، فبايدن سيبحث عن طرق لإعادة التواصل مع إيران بشأن الاتفاق النووي واستعادة العلاقات الثنائية لواشنطن مع منظمة التحرير الفلسطينية، خلافا لرغبة نتنياهو. في المقابل فإن الصدام مع واشنطن قد يقدم فوائد لنتنياهو، إذ يساعده في صرف الانتباه عن محاكماته المتعلقة بالفساد ومشاكله السياسية ودفع الإسرائيليين إلى الالتفاف حوله وفق فورين بوليسي. ونبقى في الملف الخارجي، حيث تستمر الحرب على اليمن التي بدأت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما واستمرت في عهد ترامب. استمرت صفقات السلاح للتحالف السعودي. كيف ينظر اليمنيون إلى هذه الانتخابات الأمريكية، وهل من تعويل على رئيس معين؟ ربما لنعرف أكثر ينضم إلينا من صنعاء مدير مكتب الميادين أحمد عبد الرحمن. أحمد أهلا وسهلا بك. بداية، اليمن اليوم هو بلد أزمات، فيه حرب. الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال هي مشاركة في هذه الحرب على اليمن. اليمن كيف يتابع هذه الانتخابات بنتائجها، سواء ترامب أم بايدن؟ أمريكا شريك أساسي في الحرب على اليمن وفي اليمن، وبالتالي الانتخابات اليمنية تبدو أيضا شأنا يمنيا في كثير من أجزائها. اليمنيون يتابعون هذه الانتخابات، وإن كان هناك ما يشغل اليمنيون في الواقع من الحرب وأزمات الحرب، إلى انعدام الرواتب، إلى انعدام المشتقات النفطية، وأيضا توقف الحياة في مجملها. أيضا اليمنيون في هذه الأيام منشغلون كثيرا بالتحضير والاستعداد للمولد النبوي الشريف، وبالانتخابات ربما تكاد تكون المتابعة يمنيا هامشية لها، لكنهم بطبيعة الحال يترقبون. وكما قلت، هذه الانتخابات أو الانتخابات الأمريكية
كما أنها يعني شأنا عالميا هي أيضا شأن يمني، كون الحرب على اليمن وفي اليمن كان هندسة وقرارا أمريكيا منذ اللحظة الأولى من 2011 إلى يعني مرورا بالتسوية السياسية أو ما سمي بالمبادرة الخليجية، وصولا إلى العام 2014 حين أعلن قرار الحرب من العاصمة الأمريكية واشنطن، وأيضا في عهد الرئيس باراك أوباما. اليوم اليمنيون يعني ينظرون لهذه الانتخابات، يترقبون، لكنهم لا يعولون كثيرا، لأنهم أيضا جربوا الديمقراطيين، جربوا باراك أوباما، جربوا بوش، جربوا يعني الجمهوريين جميعا، وصولا إلى ترامب بما أحدثه من دعم واضح ووقوف إلى جانب السعودية في حربها على اليمن ومشاركة أمريكية مباشرة. هناك يعني المرشح الآخر بايدن قال بأنه سيعمل على وقف الدعم الأمريكي للرياض وأيضا سيمنع تدفق السلاح، لكن اليمنيين لا يعولون على هذا الكلام لأن السياسات الأمريكية بالنسبة لهم واحدة، وإن اختلفت الإدارات أو اختلف الرؤساء فالأهداف واحدة لكن تختلف الأولويات، وبالتالي جاء بايدن أو بقى ترامب طالما الحرب مستمرة وباقية فليس هناك تعويل كبير عليها أو على نتائج هذه. أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعاء، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. مشاهدينا، ينضم إلينا الآن من واشنطن عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي السيد مهدي عفيفي. سيد مهدي، أهلا وسهلا بك معنا. بداية، مع تصويت ترامب بفلوريدا، لابد أن نذكر وحضرتك كعضو في الحزب الديمقراطي، في لافتات من اليمين المتطرف تنتشر بفلوريدا لترهيب الناخبين الديمقراطيين ليصوتوا لصالح ترامب. هكذا مظاهر، إلى أين يمكن أن تذهب أكثر من ذلك، وأي نتائج ممكن تحملها للانتخابات أو على نتيجة الانتخابات النهائية؟ تحية إليك وإلى ضيوفك الكرام. في الحقيقة يعني هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية المعاصر أن نرى مثل هذه يعني تحذيرات، وكان يدعمها ما يقوله الرئيس الأمريكي، لكن السلطات الأمنية والقوى الاستخباراتية على أهبة الاستعداد في حالة حدوث أي نشاط مثل هذا. وكما نعلم كانت هناك بعض الرسائل الإلكترونية قد تم إرسالها للمصوتين في فلوريدا تحثهم على عدم التصويت لبايدن والتصويت لترامب، ولكن المباحث الفيدرالية FBI استطاعت إحباط هذه المسألة، وأصبح الآن يعني في حيز يعني الإدارة الأمريكية تعلم جيدا أنه لا يمكن أن تتخطى هذه المرحلة لصراع كما يحاول بعض تصويره. ابقى معنا سيد مهدي، نتابع في هذه الأخبار وأعود إليك. تستمر التظاهرات في ويكيغن وبولاية إلينوي للمطالبة بإجابات بشأن إطلاق شرطة النار، ما أدى إلى مقتل رجل أمريكي أفريقي أعزل وإصابة صديقته. المحتجون يريدون أن تتولى وزارة العدل التحقيق في الحادث وليس شرطة الولاية التي تباشر التحقيق كأجراء عادي. وأعلنت إدارة شرطة ويكيغن أن شرطيا من أصل إسباني أطلق النار على سيارة الزوجين لسيرها في الاتجاه المعاكس عندما اقترب منها وكان يخشى على سلامته. المرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس دعت الأمريكيين الأفارقة إلى التصويت بكثافة لبايدن لأنه سيدافع عن قضاياهم. وفي لقاء مع طلاب مجموعة جامعات وكليات السود التاريخية، دعت هاريس الأمريكيين إلى عدم الرضوخ لمن يريدون مصادرة أصواتهم. كما تعلمون نحن بحاجة للتصويت لتكريم الأسلاف، تكريم الناس كالراحل العظيم جون لويس، هذا الرجل الذي فقدناه هذا العام فقط، والذي تقاسم خبزه والدم على جسر أدموند بيتوس من أجل حق التصويت. هناك سبب للتصويت، وهو أن هناك الكثير على المحك في نتيجة هذه الانتخابات. كل شيء مما نحتاج إلى القيام به، سنضع أنا وجو
$70 مليار في جامعات وكليات السود التاريخية. يتمتع جو بايدن بالقدرة على الترشح لمنصب الرئيس للتحدث بمصطلح حياة السود مهمة بطريقة لا يفعلها الطرف الآخر. سيد مهدي، أعود إليك فيما جاء في صحيفة الفورين بوليسي أن هناك الكثير مما يمكن أن يخسر بنيامين نتنياهو في حال وصل بايدن، وأيضا ما يمكن أن يربح. كنت حضرتك ربما تتابع معنا هذه الأخبار، إلى أي مدى هناك دقة في هذا الكلام؟ أين سيخسر وأين سيربح نتنياهو من بايدن ووصوله؟ في الحقيقة لابد من النظر بواقعية. استطاعت إسرائيل على مدى عشرات السنوات أن يكون لها علاقة وطيدة بالكونغرس الأمريكي، ألا وهو الفاعل الحقيقي في هذه المسألة. بالطبع العلاقة مع الرئيس الأمريكي يعني تنمي هذه العلاقة مع الكونغرس، لكن كما رأينا على مدار أكثر من 40 عاما الماضية استطاعت إسرائيل أن تحصل على ما تريده، حتى في أثناء باراك أوباما الذي كان يعتبر في بداية الانتخابات متعاطف مع العرب، لأن الكونغرس في هذا الوقت كان به غالبية جمهورية ولم يستطع تفعيل أي شيء يريده. بالنسبة لبايدن، لابد أن نعلم أن هناك قوة يمينية مسيحية داخل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تدعم ترامب ستكون بالمرصاد. في نفس الوقت إن لم يتغير السنت، ألا وهو مجلس الشيوخ، إلى غالبية جمهورية، فإنه لا يمكن أن يصل بايدن لما ينوى إليه. لذلك أعتقد أن المسألة ستكون متقاربة وليست مختلفة بشكل كبير. سيحاول نتنياهو الحصول على تنازلات، لكن بايدن تعهد بأن يكون له دور مختلف في إعادة مسألة الدولتين، أيضا في مسألة نقل السفارة إلى القدس. هو كلام انتخابي أم هناك فعلا ما يدل على أكثر من ذلك؟ هناك فعلا التزامات من بايدن أن يحاول إعادة النقاش الذي كان موجود بالأصل. لابد أن نعلم أن ما قام به ترامب هو على عكس ما كان متوقع. مسألة الدولتين ستكون على الطاولة، وإعادة النظر في مسألة نقل السفارة إلى القدس أيضا سيكون على الطاولة، مع الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها هذه الأرض في القدس منذ زمن طويل، ولم يجرؤ أي أحد نقلها إلا ترامب لمناصرة اليمين المسيحي المتطرف واللوبي اليهودي. أعود إليك سيد مهدي للحديث عن الأمور الداخلية ومعك في الأمور الداخلية. من النقاط التي كانت في الكلام مؤخرا هي نقاط الطاقة البديلة. هل برأيك سيركز ترامب على النقاط اللي ذكرها في هذا الموضوع بايدن في المرحلة المقبلة؟ وهل يمكن هذه أو طرح هذا الموضوع بحد ذاته، الطاقة البديلة، أن ينعكس سلبا على بايدن، خاصة في الولايات، ولايات النفط والغاز والفحم الحجري؟ هو في الحقيقة هذه مسألة يلعب بها ترامب بشكل كبير، لأن هؤلاء ليس لديهم أي كفاءات أخرى. يعني هؤلاء العمال وهم أعداد كبيرة يعملون في مجال النفط الصخري ومجال النفط العادي ومجال الفحم. لذلك أعتقد أن لو ركز ترامب على هذه المسألة بشكل كبير قد يؤثر على بايدن، لكن يحاول بايدن تصوير المسألة أن هؤلاء لن يتركهم بدون عمل. سيكون هناك إحلال وتجديد لعمليات النفط الصخري، بأن يكون هناك وسائل لامتصاص المواد السامة التي تطلق في الهواء بهذا السبب، أيضا إعادة تأهيل هؤلاء العمال حتى يعملوا في مجال الطاقة المتجددة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، والتي يحاول ترامب الاستخفاف بها بأنها تقتل الطيور وما شابه هذا. لكن لا زالت المسألة في هذه الولايات فيها نوع من الحذر، لأن هؤلاء كانوا يتخيلون أن الديمقراطيين يمكن لهم الاستغناء بالكامل عن الطاقة من البترول، وهذا غير واقعي. فيلعب ترامب دائما بهذه المسألة لتخويف هؤلاء من فقد أعمالهم. طيب، أيضا في موضوع داخلي وهو موضوع الأطفال المهاجرين. في تقرير، 545 طفل من المهاجرين الذين تم تفريقهم عن أهلهم على الحدود
لم يتمكنوا من إيجاد أهلهم. المتحدث باسم حملة ترامب قال أنه أهلهم لا يريدونهم. هذا الكلام وهذا الخبر وهذا التقرير، هل يمكن أن يستغلوا بمكان ما الحزب الديمقراطي يعني، وأصلا أن يكون الخبر أنه أهل لا يريدونهم، يعني هل له سيكون أيضا أي تأثير؟ ما مدى أيضا حجم هذا الملف في الداخل الأمريكي؟ سؤال جيد. حجم هذا الملف يعني ليس بكبير، لن يؤثر بشكل كبير، لكن استطاع بايدن أن يصدر الإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء في الحقيقة ليسوا مهاجرين وإنما طالبوا لجوء سياسي. تفرقة الأطفال عن أهلهم غير شرعية حتى في القانون الأمريكي. قامت إدارة ترامب بهذا العمل حتى ترعب وترهب هؤلاء الأهل من محاولة اللجوء السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. وأي مواطن أمريكي عاقل لا يمكن أن يتخيل أن هناك من يترك أطفاله ويستغنى عنه للدخول في هذه المسألة. لكن كما تعودنا على ترامب يحاول استخدام هذه الألاعيب لاستعطاف بعض المؤيدين له، ولكن بالنسبة للمواطن الأمريكي العادي لا يمكن أن يتقبل هذه المسألة. كمالا هاريس في كلامها ودعوتها الأمريكيين الأفارقة أيضا ألا تتبع هي نفس الأسلوب باعتبار مرحلة انتخابات؟ ماذا في دعوة كمالا هاريس للناخبين الأمريكيين الأفارقة إلى التصويت بكثافة لبايدن؟ لأنه هل صحيح سيدافع عن قضاياهم؟ في الحقيقة تاريخ بايدن معروف وتاريخ كامالا هاريس معروف. كامالا هاريس هي أصلا من أصل هندي مع أصل أسود، فلذلك لا أعتقد أن المسألة غير ثقة. أعتقد أن المجتمع الأمريكي يرى في مسألة التقارب بين الملونين، والمسألة ليس معني بها السود فقط وإنما هم كل من هم في أصول غير بيضاء وغير عنصرية، لذلك أعتقد أن هناك، وكما رأينا وكما نرى من التدفق الغير مسبوق على التسابق للانتخاب الآن، هذه الرسالة تصل وتصل بشكل جيد، ولكن هي تحاول تحفيز المواطن من أصول أفريقية أو المواطن الأسود إلى الاستمرار في الانتخابات والتصويت، حتى لا يمكن استخدام هذه المسألة ضدهم، لأنه ترامب يحاول بشتى الطرق أن يمنع هؤلاء من التصويت، سواء باستخدام الرعب من الجماعات المتطرفة البيضاء أو من محاولة استبعادهم من الوصول إلى مناطق الانتخابات بحصر عدد أو تقليل عدد هذه المراكز الانتخابية. طيب بشكل سريع سيد مهدي، نتيجة الهجمة العنصرية التي عانت منها مؤخرا الولايات المتحدة الأمريكية كان في كتير تغيرات، وربما رأيناها في موضوع التصويت المبكر والأرقام التي كانت مفاجئة. أيضا مما هو مفاجئ في الدراسات الأخيرة أنه عادة ما يحجم غالبية الناخبين دون سن 30 عن التصويت عموما، لكن هذه السنة يتوقع أن يشاركوا بعدد أيضا قياسي وليس كبير إنما قياسي. من هذه الشريحة، من هي تحديدا هذه الشريحة التي يتوقع أن تكون بهذا الحجم؟ كيف ستؤثر؟ يعني لمن ستكون الغلبة فيها هذه الشريحة؟ من تمثل؟ أي حزب؟ هذه الشريحة سنرى تمثيل جيد جدا، لأن الوعي الأمريكي أن هؤلاء هم من سيتأثرون بمن سيكون الرئيس. يعني ما قام به ترامب في الأربع سنوات تقريبا الماضية أدى إلى انهيار المجتمع الأمريكي من الداخل. أعتقد أن هؤلاء الشباب سيصوتون بشكل أكبر للحزب الديمقراطي، لأن معظم هؤلاء ليسوا لهم انتماءات كمثل البيض. كما نعلم هم كبار السن، هم ينتمون أكثر، لذلك أعتقد أن الشباب في هذه المرحلة سيكون تصويتهم بنسبة أعلى بكثير للديمقراطيين من الجمهوريين. شكرا لك سيد مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، كنت معنا مباشرة من نيويورك. في خبرنا الأخير، يواصل فنانو أمريكا الانخراط بنحو مباشر في الانتخابات. النجمة الموسيقية ومغنية الراب ليزو أعلنت من ولاية ميشيغان دعمها بايدن وهاريس، وليزو وصفت الانتخابات بأنها الأهم في التاريخ، وقالت إن الأصوات ستكون حاسمة للغاية. All the big fights, long nights that you've been through. I got a bottle of tequila I've been saving for you. Boss up and change your life.
مشاهدينا، هذا كان كل شيء في الثلاثاء الكبير. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.